طالعين نادس مدمره طالع من الاجتياح طالع من التدمير، وعمالكم تحكوا بالثقافه وتحكوا بهذا وتحكوا باعاده احياء العمل التطوعي بمفهوم الايجابي بعيد عن الارتزاق بعيد عن الاجر وباعاده الروح الوطنيه اللي كانت موجوده سابقا واللي كانت هي نبراس تحكم المواطنين عندنا باتجاه التحرر والانعطاف. منتدى التنوير تقريبا صار له سنتين يفتخر بكوكبه للشباب والصبايا، الشباب يشمل الصبايا والشباب بالضبط، ذكور واناث. سميناها تنوير لابداع الشباب. عندهم روح ادبيه حلوه، عندهم روح اخلاقيه عاليه، عندهم انتماء باتجاه الوطن واتجاه الكلمه كمان، بيسعوا بالتطور. اعتقد يعني انا شهادتي مجروحه فيهم. نترك لهم مجال اليوم يسمعوكم وتسمعوهم كمان. بالطبع منسق عن تنوير الشباب استاذ ياسين، بترك له المحل. تفضل. السلام عليكم جميعا. ياسين الختمالي، المشرف الفني لمجموعة التنوير الإبداعي. اليوم معنا مجموعة من الأدباء أو الصاعدين الذين يطمحون في أن يكونوا شيئا يوما ما. سنترك لهم المجال ليفسحوا عما في دواخلهم من تعلق وإبداع ويضربوا آذان الجميع. فأرجو من الجميع أن يكون آذانه مصغية. ونبتدئ مع الشاعر الجميل العجوري في قصيدة فلسطين. عض أصابعه فكره طعمه، يا له من كلب حقيقته مخلص، وصديق للكلب اسمه جميل أنا إذا صدق فعلا بأن الجميل كلبا. فرأيت كلبا في الطريق ينبح علي، فهرعت راقدا مسافة ميل في الساعة من أقصى الشمال حتى جنوبها، ولم أستغرق لفلسطين سوى ثوان لبلوغها. لا أقصد بفلسطين فلسطينة، بل فتاة همشتها في رواية أدخلتها بيتي، ويا ليتني لم أدخلها. وفجأة وفي حين غرة أرى الناس جميعها مهتمة. أكانت أصوات أوه في البيت أو صوت دبابة قد اجتاحت؟ فاختاروا ما شئتم فجميع الخيارات متاحة. فلسطين قد زني بها في بيتي، فيا ويلي ويا ويل لي، فرجاء لا تطحنوني بما لا دخل به لي. لم أقول عنها عا، لم أقول عنها عا، فربما قد اغتصبت وما حل بها ليس إلا حا. حاك الظلام خيوطه وبيد أني أعوام ولم أجلس في حضن أمي 70 عاما وأنا معلق، ولست أدري إن كنت ابن زانية أو ابنا لأمي. أول شيء هي أتوقع إني سمعتها قبل هالمرة. لا هي واحدة جديدة قبل مرة.